واصلا شوت يليه شوت وتحدي وراء تحدي أوتيت الإشارة وانطلق الشوت الرئيسي المخصص للبكار المشتركات لأصوات الشعبية انطلقنا فيها وشوتنا 12 في المجموعة انطلقنا فيه واندفعنا فيما هذه الأسماء وهذه الشعارات أبدأ وتعرف مباشرة المقدمة وراغب وتابع الشاهنية عمر بن عبد العزيز العطية ينطلق معنا بالشاهنية المركز الثاني وصلت شواهين لحمد بن محمد بن بخيت البريد ينطلق معنا بشواهين ارتياد وصلتنا ارتياد بالمركز الثاني لعلي بن محمد الخيارين مع المركز الثاني المركز الثالث وصول دخول من تحرك هنا وان تحركت شواهين مبارك بن سعيد العسكري المركز الرابع وصول دخول تتحرك في هذه اللحظات الفائزة لمحمد بن مسعود الحريري ينطلق معنا بالفائزة المركز الخامس وصول دخول وصلت ناصية لحمد بن محمد بن جلافة المري هذه الاسماء الخمسة التي انطلقت واندفعت بالمقدمة ولكن أعود مباشرة إلى شعار عمر بن عبد العزيز العطية ينطلق معنا بالشاهنية ليكون حاضرا بالمركز الأول هنا شعار عمر بن عبد العزيز بن خالد العطية ينطلق معنا بمصيحة ليكون حاضرا نعم مصيحة بالمركز الأول المركز الثاني وراقب وتابع ارتياد علي بن محمد الخيارين بارتياد المركز الثالث وصول دخول شواهين مبارك بن سعيد العسكري ينطلق معنا بشواهين بثالث المراكز ورابع المراكز ايضا وصول دخول من تتحرك ناصر حمد بن محمد بن جلاب ولكن مصيحة انطلقت مصيحة شعار عمر بن عبد العزيز بن خالد العطية واعلن السيطرة على المركز الاول وتعلن حضوره بالموقع الأول مباشرة مصيحة بشعار عمر بن عبد العزيز بن خالد العطية لك منا سلام تحية واحترام وما دار التوقيت الأفضل تحت أقدام مصيحة التي جاءت بدقيقتين وستة ثواني نعم هنا المركز الثاني وصول دخول وصلتنا ارتياد لعلي بن محمد الخيارين المركز الثالث وصول لناصر محمد بن محمد بن محمد بن جلاب المري التوقيت الزمني دقيقتين عشر ثواني ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس